ولا قد انا مشتاق لاصحابي بالمدرسه، اطلع من الدور واشوفهم. بس لاصحابك مشتاق؟ يابا مشتاق برضه للتعليم والمعلمين. فعلا اجى الوقت انكم ترجعوا على المدرسه عشانهم مش عشاني. عشان هيك خططت عين ماما، عشان نرجع للحياه، وهي بسموها المسؤوليه الاجتماعيه، عشان احافظ على صحتي وصحه اصحابي. صح يا بطل، كمان صحة المعلمين. خلص ازهقنا، بدنا نطلع من الحجر. ماما بابا يلا بسرعة، فيش معي وقت، بدي اروح المدرسة. شو مع الشارة الخضراء؟ فعلا اجا الوقت نروح على المدرسة، عشان هيك عيلة سامي اتطعمت. نعود الى المدرسة في خطوات قليلة، نعود الى المدرسة متطعمين. للمعلومات ادخلوا موقع وزارة التربية والتعليم. ايدي بايدي بنطلع من هاي المحنة.